هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر ومتابعتنا اليومية في صباح الخير يا مصر للصحف العالمية، واللي بتلقي الضوء على أبرز ما شاهده العام الماضي من أحداث في كل المجالات. ومع اليوم 91 من العدوان على غزة، لسه التخبط الإسرائيلي بيعتبر سيد الموقف، ده غير طبعا الكشف الأثري اللي أعلنت عنه مصر اللي كان ليه نصيب كبير جدا من الاهتمام في الصحف العالمية. خلينا نتعرف على تفاصيل الصحافة العالمية مع الكاتب الصحفي محمد عز الدين، مدير تحرير الأهرام معنا عبر زوم. عفوا، صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم وصباح النور عليكم. أهلا بحضرتك. هنبدأ معك من CNN وعنوان كيف يتحقق السلام. الكاتب الصحفي فواز جرجس كتب: لا أرى ضوءا في آخر النفق، والمبادرة المصرية هي الأهم الآن. بكل تأكيد الكاتب اللبناني صاحب الجنسية الأمريكية أيضا حلل بدقة الموقف، واعتبر أن من المشاهدات الأخيرة اللي شافها واللي بيتابعها العالم أن الموقف الإسرائيلي المتعنت، بالإضافة للدعم الغريب الغير مسبوق من الإدارة الأمريكية وعدم استطاعة الإدارة الأمريكية التوافق داخليا، يعني آخر صفقة سلاح بعتتها أمريكا كانت من غير علم الكونجرس ومررها وزير الخارجية، ده بيبين الاختلاف الكبير أيضا في الداخل الإدارة الأمريكية وبين المؤسسات الأمريكية، وعارفين أن أمريكا دولة مؤسسات، وبالتالي في صراع مشتعل تحت الرماد مثل الشكل اللي بيحاول البعض انه يصدره. بالتالي مع كل المعطيات الحاليه الكاتب الصحفي فواز بيعتبر ان المبادره المصريه هي الطريق الوحيد والامل الوحيد لانهاء الحاله الحاليه والتوتر والعدوان الغير مسبوق، اولا على الانسانيه، ثانيا على الشعب المصري، على الشعب الفلسطيني واشقائنا في غزه. المراحل المختلفة للمبادرة المصرية الثلاث مراحل اللي بالمناسبة تم استطلاع كافة الآراء فيها وتم يعني التوافق على بعض الأمور، ولكن بانتظار الرأي الرسمي لبعض الأطراف. وأعتقد أن المبادرة في مجملها بتهدف إلى وقف العدوان على قطاع غزة عن طريق التدريج، أولا بإطلاق وقف إطلاق النار، فترة هدنة جديدة، والفترة الأولانية كان مصر دور كبير جدا فيها اللي للأسف الجيش الاحتلال خرق الهدنة. وأعتقد أن المرحلة الأولى إذا ما تم تطبيقها وإذا ما تم التوافق عليها من جانب كل الأطراف هتفضي لحل مؤقت ممكن يتبعه عبر المراحل الثانية حلول ثانية. ما ننساش أن الداخل الإسرائيلي مشتعل بشكل كبير جدا، وده بان حتى من الصحافة الإسرائيلية اللي ابتدت تهاجم علنا في افتتاحيات الصحف. عظيم. وانت بتتكلم عن الصحف الإسرائيلية، هنتحول من CNN لهآرتس الإسرائيلية. العنوان بيقول: يجب أن تكون تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمثابة نداء للاستيقاظ. الافتتاحية بتدعو الحكومة لمراجعة قراراتها، إيه تحليل حضرتك لهذا المقال؟ أولاً الملفت أنه مش داخل في المقالات زي ما كان بيحصل على مدى الأسابيع الأخيرة، ده في افتتاحية الصحيفة، وده معناه ببساطة أن مش مجرد الرأي الشعبي بس هو اللي بيتم عرضه أو آراء شخصية لكتاب إسرائيليين أو غربيين، لا، ده بقى رأي أحد المطبوعات الإعلامية، وبالتالي الموقف بيزداد سوء بالنسبة للحكومة اليمينية المتطرفة، والضغوط بتتزايد على رئيس الحكومة نتنياهو اللي عارف أنه ملوش أي مستقبل سياسي، وأيضا ممكن يتم ملاحقته قضائيا ويروح السجن. فأعتقد أن الفترة دي محاولة مستميتة لإطالة بقائه في المنصب وعلى حساب إسرائيل وعلى حساب أمن المنطقة وعلى حساب بالطبع القضية الفلسطينية اللي فشل في محاولة تصفيتها أو تهجير الفلسطينيين باتجاه الجنوب ناحية الحدود المصرية أو شرقا باتجاه من الضفة الغربية باتجاه الأردن، والتغيرات الجيوسياسية اللي صرح بيها بعد ساعات وأنه هيغير
خريطة الشرق الأوسط فشلت فشل ذريع واصطدمت بالصخرة المصرية اللي دعمت بقوة القضية الفلسطينية، وقالت إن مفيش تصفية للقضية الفلسطينية ولن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية، وأيضا لن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية عبر الباب المصري بأي شكل من الأشكال. الحقيقة الموقف السياسي الكبير للقيادة السياسية المصرية دعم بقوة وخرج العديد من الدول والمواقف اللي كانت في مناطق رمادية، خاصة مع تكشف كذيب الإعلام الإسرائيلي والغرب تحديدا للانساق وراه، وأيضا استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق ومحاولة إظهار رد الفعل أحد يعني أحد فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المستمر، على إنه هجوم كبير وذبح للإسرائيليين، وده عكس اللي بيحصل حاليا مع وصول عدد الشهداء الفلسطينيين لرقم يقارب 21,000 شهيد بخلاف عشرات الآلاف من المصابين، تخطى ال وتدمير 22,000 شهيد يا فندم للأسف. بالطبع. يعني الواحد مش عايز يقول الرقم، يعني خجلا من الشعور الإنساني. الحقيقة ربنا إن يكون لك الحمد. الوحشية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا في فلسطين حول أنظار العالم لأهمية القضية الفلسطينية، وأيضا لأهمية التوصل لحل، وبالطبع بروز بشكل كبير جدا الدور المصري وخاصة دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف حدة الأزمة في المنطقة بشكل عام. أستاذ محمد، يعني في سياق متصل وفي ضوء أيضا الضغوط على الكيان الصهيوني، نروح لمقال مهم آخر تحت عنوان الطريق إلى لاهاي مرصوف بالدعوات الإسرائيلية لإبادة سكان غزة. ده طبعا بالطبع مع بدء جنوب أفريقيا في تحريك دعوة أمام محكمة العدل الدولية. بالطبع الحقيقة أنا تابعت المقال ده، وده بيشير بشكل كبير جدا إن في تغير في الموقف الدولي ومواقف الدول اللي كانت بتتابع الأحداث. يعني عدينا أكثر من 3 شهور دلوقتي وما زالت المذابح ترتكب في حق الإنسانية، مش في حق الفلسطينيين، في حق الإنسانية. صحيح. وبالتالي كل ده بيرشح بقوة تحويل القضية وبيأيدها، والدلائل والإثباتات وكل الفيديوهات والمجازر اللي شفناها في حق الأطفال والنساء والإنسانية بشكل عام موثقة. وبالتالي فإن تحريك القضية بيشير بشكل كبير إلى إن أولاً معروف من الأول إن مفيش مستقبل سياسي لنتنياهو ولا لحكومة الحرب اليمينية المتطرفة. ثانياً يعني هيودي بشكل كبير جدا اسرائيل في متاهه سياسيه، بالاضافه للمتاهه الاقتصاديه، خاصه ان الاقتصاد الاسرائيلي بينهار بشكل كبير جدا، فقد اكثر من 70% من الزخم بتاعته، واكثر من نص الشركات ايضا بتعاني بشكل كبير جدا، خاصه مع سياسه التجنيد الاجباري لاكثر من 367 الف شاب وفتاه من الاسرائيليين اللي كانوا بيعملوا في وظائف، وتعنت اليمين المتطرف في اعاده العمال الفلسطينيين او العاملات الفلسطينيين، حتى العمال فوق 60 سنه بيرفض اليمين المتطرف اعادتهم. وبالتالي الزراعه الاسرائيليه، موسم الزراعه اتضرب وحصلت خسائر بملايين، بالاضافه للدعم الكبير جدا اللي الحكومه بتوجهه للفئات المتطرفه والجماعات المتطرفه على حساب ايضا المجهود الحربي. وفي خناقه كبيره جدا في الكنيسه الاسرائيلي امبارح واول امبارح بخصوص التطورات دي. الداخل الاسرائيلي تمام. بيتاكل، الدوله الاسرائيليه بتاكل نفسها. طيب، من الشرق الاوسط هنروح لليابان، وكلنا تابعنا طبعا حادث تصادم الطائره ونجاه جميع الركاب. ففي تساؤل مهم جدا من وول ستريت جورنال بتقول 18 دقيقه لاخلاء طائره محترقه، قصة نجاح أم حكاية تحذيرية؟ من وجهة نظر حضرتك، هل هي قصة نجاح أم أنها حكاية تحذيرية؟ الموضوع ليه شقين. بكل تأكيد قصة نجاح وتعليمات مشددة من الخطوط اليابانية واستجابة كبيرة جدا من الركاب، خاصة أن التعليمات سيب كل الحقائب وكل الشنط تتساب على الطيارة، وأيضا التعامل مع الدقيق، وان هم فتحوا البوابات الخاصه بالمطار
الانزلاق كأنهم بيهبطوا هبوط اضطراري في البحر، وبالتالي السلالم دي اللي هي المطاطية بتتيح بشكل كبير جدا التأمين، الالتزام من جانب الركاب بالإضافة للتعليمات المحددة، نجد طاقم الطيارة بالكامل بالإضافة ل 12 واحد. في شق تاني مهم جدا، إزاي استطاعت الصحافة اليابانية والصحافة العالمية تحويل الأنظار عن قضية خلل في المطار الياباني باصطدام الطائرة بطائرة أخرى أصغر كانت واقفة على نفس الممر ومات 5 ونجا فقط قائد الطيارة الياباني. الحقيقة ده بيودينا لكيفية التحكم في الإعلام وتصوير وتغيير بعض الصور من صور سلبية لإيجابية. يعني وكل ما الحقيقة دائما ما نتحدث عن أهمية الأذرع الإعلامية بشكل عام في بكل إن كان التوعية أو حتى تغييب العقول، لكن لازم. خليني أروح مع حضرتك أو نختم مع حضرتك بخبر إيجابي الحمد لله، وهو خبر مع سكاي نيوز، ومصر تعلن عن كشف أثري جديد. لو حضرتك تحدثنا عن تفاصيل هذا الكشف الجديد، خاصة مع احتفاء موقع ذا ترافل العالمي بأهم 10 اكتشافات أثرية في مصر خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة إن الاكتشافات العشرة اللي ذكرها الموقع من أهم الاكتشافات، ودايما بيحصل مفاجأة للعالم. أحد الاكتشافات المهمة كانت الصقور اللي هي مقبرة الصقور بدون رؤوس. الحقيقة أن دي كانت مفاجأة وأثارت اهتمام العالم بشكل كبير جدا. أحد أيضا الاكتشافات المهمة، وبالمناسبة في بعضها أيضا في منطقة الأهرامات، الحجرة المخفية، وفي اهتمام عالمي. مش عايز أقول أن الاهتمام الأول في العالم بيكون بالهرم الأكبر ومنطقة الأهرامات. الغرفة المخفية اللي تم اكتشافها بتقنيات حديثة للغاية أثارت اهتمام العالم وأعادت بعض الأفكار والحكايات وأيضا الأساطير عن قوة المصريين القدماء وملوك مصر اللي حكموها بشكل كبير جدا. وأعتقد أن الاكتشافات دي كلها بالإضافة لاكتشاف مقبرة كاملة لملكة ما كانش حد يعرف عنها حاجة، وأيضا الاكتشاف الخاص بالإخوي، وده برضو كان أحد كبار المسؤولين في الأسر الحكمة. خلينا أقول لحضرتك إن الاكتشافات دي بتتراوح بعضها من 3500 سنة ل 4500 سنة قبل الميلاد. يعني الحضارة المصرية كانت ضربة بجذورها بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة اللي بيتم الإعلان عنها، وأيضا الاهتمام الكبير من الدولة المصرية. احنا شفنا طبعا المتحف المصري الكبير، وشفنا صحيح الاستعدادات اللي بتجرى لإطلاقه والتشغيل التجريبي اللي أثار وأبهر العالم حتى قبل افتتاحه بشكل وكل ده يا أستاذ رسمي محمد من خلال تناول الإعلام العربي والإعلام الغربي لهذه الكنوز الموجودة في مصر بشكل عام وفي منطقة آثار سقارة. ليها وضع مختلف، بتشجع الناس في كل أنحاء العالم إن هم يجوا يحضروا في وقت الإعلان عن هذه الاكتشافات، وده شفناه خلال الأعوام الماضية. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا ليك.